حصرياً وبعد طول غياب. أنا لسه بسمع بودني صوت 80,000 بيهتفوا باسمي في الاستاد. الفنان الكبير محمد الشقنقيري. لنتأمل من هو هذا الاسم في ضيافة القاهرة اليوم. حلو قوي وانا قاعد ومستني كواليس اهم ادواره والاعمال اللي شارك فيها. اللي جاي كمان مش هيبقى عادي. حياته الاجتماعيه والعائليه معانا في القاهره اليوم. وعارف كمان ان الموضوع ده يهمك بشكل شخصي. هيفتح لنا قلبه وهيقول لنا اسرار وحكايات تعرض لاول مره. مش قد الشغلانه دي، خلاص خليك في حالك واطلع من نفخنا. ابرز الازمات والشائعات اللي تعرض لها وازاي يتعامل معاها. بالنسبه لميعاد ومكان المقابله، الاثنين 21 اكتوبر في تمام 10:30 مساء بتوقيت القاهره. جاهزين ومستنيين الاشاره فقط وحصريا في القاهره اليوم.